بمناسبة العام الجديد 2022 هذا الفيديو غادي يكون سبيسيال اون كولابوراسيون مع دي يوتيوبر وحدهم اخرين المراجعين ولا التيك ريفيورز اللي معروفين في المغرب. كل واحد فينا غادي يقول شنو هو التليفون بيرسونيل ديالو اللي دوز به هذا العام واللي غادي ينتقل به من 2021 ل 2022، علاش اختاروه، شنو هما الحوايج اللي عجبوه في هذا التليفون، ولا كان شي حاجه بطبيعه الحال ما عجباتوش. وغادي يكون واحد ضيف لي سبيسيال واللي الكونتوني ديالو ما عندوش علاقه بالتيك، ولكن هاد خونا هذا ولا بودا يكون طلع لك شي نهار في يوتيوب. خلي في كومونتير شكون هاد خونا هذا في نظرك قبل ما تشوف الفيديو. غادي نجاوب على السؤال ديال وائل اللي سولني علاش اختاريت الهواتف اللي عندي دابا باش ندوز بهم سنة 2022. فاول حاجه عندي جوج ديال التليفونات، نبداو اول واحد اللي هو الايفون 13 برو ماكس. النقطه الاولى هما لي ستوري ديال انستغرام، انفاق لي شاسع في الكاليتي ديال ستوريات، الوجه في اللون ديال لابو دونك كيكون رياليست اكثر، كتشوف فيه ديك الصفوريه ولا البيضيه. الحاجه الثانيه هو الباتري اللي فيه، فال 13 برو ماكس باتري اللي كبيره تدوز لكم نهار بدون نقاش، تفوت وكاع نهار ونص بعض المرات. والثالثه والاخيره وهو السوفتوير ديالهم اللي اي او اس اللي مخدوم مزيان، واخا الثمن ديالو طالع ديما مي راه كتاخذوا شي حاجه اللي تستاهل. دابا علاش هاد الهاتف التالي اللي هو سامسونج زد فولد 3؟ انا شخصيا فان ديال سامسونج من البدايات ديالها، كنت كنصور فلاشين عندي في يوتيوب تليفون ديال سامسونج، وبعد مرات حتى دابا ومازال كنبقى نصور بهواتف ديال سامسونج في دي شوت. وعلاش بالضبط هاد زد فولد 3؟ التليفون ولا مقاوم اكثر من ناحيه ديال الماتيريال باش نصاوب، وحتى ولا مقاوم للماء. شنو عندكم اخر هو الشاشه اللي كبيره، يعني كيكون عندكم تليفون في اكران اللي هنايا منين كتبغوا تفرجوا في فيديوهات ولا افلام كتكون عندكم اكسبيريونس اللي خطيره ما تلقاوها في حتى شي حاجه اخرى من غير اللي كانت عندكم طابليت اللي كبيره. هادو كانوا هما لي تليفون ديالي بجوج ديال هذا العام اللي غندوز بهم ان شاء الله 2022. السلام عليكم، معكم شعيب، وتحيه لخويا وائل وشكرا على الاستضافه، وتحيه لاي واحد مشارك معنا في هذا الفيديو. بالنسبه للهاتف اللي غادي يكمل معايا لسنه 2022 اختار جوج ديال الهواتف، واول واحد هو الريلمي 8 برو. علاش اختاريت هذا التليفون؟ لانك خدم لي داكشي اللي كنحتاج. انا مره كنبغي نعدل على الصور اللي كنصور، داكشي علاش خصني واحد الشاشه اللي يكونوا الالوان ديالها واقعيين. الشاشه اللي عندنا هنايا سوبر اموليد والالوان ديالها مخيرين. من ناحيه الخدمه التليفون خفيف ما عمرني لقيت معاه شي مشكل، زائد الكاميرا ديالو ناضين. وعلى فكره تقريبا كاع اللقطات ديال التليفونات اللي كنصورهم في الزنقه مصورين بهذا. انا عارف هذه المعلومه تقدر تصدم البعض منكم، ولكن راه فعلا مصورين به. اكثر حاجه كتعجبني في هذا الهاتف هو سرعه الشحن ديالو، كيدعم لنا الشحن ب 50 واط، يعني تقدر تحطو مثلا في لاشارج تمشي غير تغدى وترجع تلقاه طلع بواحد 50% ولا اكثر. فلهذا مادام التليفون باقي خدام ليا مزيان واي مهمه عطيتها اللي كيديرها ليا ما كاينش نبدلو. ثاني هاتف اللي اختاريت غادي يكمل معايا لسنة 2022 هو الايفون 13. للاسف ما عنديش دابا، ولكن من واحد السيمانه ان شاء الله غادي يوصل. علاش ما فكرتش في 13 برو ولا 13 برو ماكس؟ حيت انا اصلا خديت التليفون على قبل الكاميرات، والكاميرات ديال 13 هما ديال 13 برو هما ديال 13 برو ماكس، فما كاينلاش نزيد انا واحد 2000 درهم ولا 4000 درهم غير باش نتسمى عندي 13 برو ماكس، اولا باش نتسمى عندك ثلاثه الكاميرات. انا كنحاول ناخذ شي حاجه اللي غادي نخدم بها، شي حاجه اللي زايده ما كاينلاش. هادشي علاش قررت ناخذ غير 13 حيت قاضي الغرض وبالنسبه لي انا كافيني. خويا وائل كنبغي نشكرك مره اخرى على الاستضافه. وهذا مكان سنة 2021 الاختيار ديالي كان هو 13 برو ماكس، اول تليفون كنعتبره برو عند ابل. علاش؟ لثلاثه الاسباب. اولها هي الكاميرا، بيان سور واحد الكاميرا اللي الجوده ديالها عاليه، دونك حتى لي فوتو الجوده ديالهم عندنا ما نقولوا عليها طبيعيين، كينتوز كيبقى طبيعي والجوده والدقه ديالهم عاليه. زائد المود سينيماتيك اللي كيجي في لا فيديو واللي كيعطيك واحد الفيديوهات احترافيه باستعمال التليفون فقط. ثاني حاجه هي لا باتري. اول حاجه كنا كنخافوا منها عند ابل، ولكن 13 برو ماكس الباتري ديالو السعه ديالها كتجيب 4300 ملي امبير، دونك سا تو بيرمي ديكسبلواتي او ماكسيموم لا بيرفورمانس ديال هاد التليفون. ثالث حاجه اللي هي ليكرون، فبيان سور بزاف ديال الناس دابا كيحتاجوا ليكرون كو سوا اللعب ولا نتفرجوا ولا نقراو. هاد ليكرون ديال 13 برو ماكس كيبان ساطع، دونك تيعطيك واحد الجوده وواحد السلاسه اللي زوينه بزاف. بالنسبه ليا النقطه السلبيه الوحيده اللي كاينه في هاد لو برودوي هو لو بري ديالهم اللي خرج في المغرب، لانه كان واحد لو بري طالع بزاف. دونك بالنسبه ليا انا هذه هي النقطه السلبيه الوحيده. وعلاش التليفون غيدوز معايا 2022؟ بيان سور اولا لانني تغرمت فيه، وثانيا لان هادشي اللي عطى الله. التليفون اللي استعملت في 2021 هو ايفون. علاش استعملت ايفون؟ مهم غنعطي واحد يعني الاسباب اللي تنظن باينين دابا، واللي هما ليكو سيستيم ابل. يعني اذا كانت عندك ابل واتش وكان عندك ايربودز وعندك ماك تيسهل عليك الخدمه ما بيناتهم كاملين، ما تحتاجش تبقى تكوبي تهز في شي حاجه. هذاك ليكو سيستيم تيخليك كل مره تزيد توحل وسط لي برودوي ابل وما تبقاش تخرج منهم، حيت اذا خرجتي صعيب بزاف خاصك تبدل كل شيء. هذه الحاجه الوحيده اللي مخلياني حتى لدابا مازال خدام بابل ومازال خدام بايفون.
التليفون الشخصي اللي خدمت به العام كامل من البداية 2021 حتى ديك جوايه شهر 9 هو هذا سامسونج جالاكسي اس 10. ما كنتش باغي ناخذ الاس 21 حيت بكل بساطه في شهر 9 كان غادي يخرج الايفون وكان خاصني نشريه باش نبقى نسويتش ما بيناتهم. من الحوايج اللي كيعجبوني في التليفون ديال سامسونج اللي هو السيستم ديالهم الوان يو اي، نظام اللي ما عندك ما تقول عليه مستقر، حتى لي بوغ قلاه صراحه، كيجيو دي ميزاجور بحال كاع لي تليفون كيحلوا هاد المشاكل. زائد الملتي تاسكين، الانتقال ما بين لي زابليكاسيون عند واحد السلاسه اللي مزيانه، الكاميرا في لا فيديو سورتو كتصور حتى ال4K وبها كنسجل لي فيديو ديال واش اخبارك اللي في انستغرام. وعاد زيد على الماتيريال تليفون اللي صبار وضرب معايا تقريبا واحد عام ونص. ودابا غادي نوريكم التليفون الشخصي ديالي اللي كنخدم به ديما واللي هو الايفون 13 برو ماكس. علاش خديته؟ حيت بكل بساطه هذه مده ما خدمتش بشي ايفون. لاي او اس كيعطيك واحد الاستقرار، الامان والسلاسه في الخدمه، هو سيستم اللي نقدروا نقولوا عليه مقيد نوعا ما، يعني ماشي بحال الاندرويد مثلا تقدر تانستالي دي زابليكاسيون من خارج بلاي ستور وتستافد من شي حوايج، هادشي ما كاينش في الايفون بالدرجه اللي كاين في الاندرويد. ولكن كيبقى هاد الثلاثه ديال الخطيره، ثلاثه الكاميرات، كاميرات اسطوريين، شوف ما عندك ما تقول عليهم لا في فيديو لا في التصاور، 10 على 10. سيرتو دابا مع وليت اكتيف في انستغرام كنبوستي دي ستوري، لا سيري ديال واش اخبارك اللي كتكون في انستغرام في الريلز. بالنسبه للناس اللي ما مابونيش في انستغرام راه كنحط تما كونتوني، دخلت ابونا. حاجه وحده اللي ما عجبتنيش فيه هو الحجم ديالو، لا فيرسون برو ماكس كبير واحد شويه، خاصك تخدم به بلا بوشيطه الا بغيتي ما تحسش بديك الكبوريه. الا ركبتي له بوشيطه كيبان كبير، سيرتو في اليد ولا ملي كتحطو على ودنك كتكون شي ابل، كيبان صراحه تليفون اللي كبير. ولكن واخا هكاك انا خديت البرو ماكس على ود لاباتري، لاباتري مزيانه فيه، داكشي علاش غادي ندوز بالايفون 13 برو ماكس من 2021 2022. خليو لي في لي كومونتير واش عجبتكم هذه الفكره هذه اننا تكون فيديو كولابوراسيون مع دي يوتيوبر وحدين اخرين، هادشي غادي يبان بلي لايك وحتى لي كومونتير. ونبغي نعرف الراي ديالكم بالنسبه لكم نتوما، شنو هما لي تليفون اللي عندكم دابا وغادي تدوزوا بهم من 2022؟ سنه سعيده، الله يدخل عليكم هذا العام بالصحه والسلامه ونتلاقاو العام الجاي. قاتيله.